أعلن سيدة ميديا وويما ورار حقيقة كسليسان سرار قرصون ورار دقدق فضلاً نلاتشوك و سبسكرايب سار تنال كينا هدي أدنقو عصبتهاي مع السند كسلوا هذا ورك دورنا على سيدة ميديا فضلاً هدانا قو عصبتهاي سبسكرايب ساركم ميلك فرودا ورك يودن بي يواد دورنا مجمعا خطبة حساسية ينوصو سعودة فضلاً نلاتشوك وزير كيو هري أرمها قدها صوماليا عبد فارح سعيد جوحة أور قرال أي صو ساري أي ياسي أدقوغ هادلين قد يددن يرد صوماليا دي تببرك اللوغو قادي دل كاسي ريتريا بل سلا شيغي إن لغا قيب جليي دقال كي كدعي قبل كاسي تكري أي وقويغ دل كاسي توبيا جوحة ياشا عكا قارين أرين تاني أي كوين تهي قيانو قارن إسلام مركاسينا أي قطر كنت حي جريتان كأمد صوماليا سيدو هادل كو ديجي تاني قيانو كوين وحين قطر كنت حي جريتان كينا دنبئ أي أمد صوماليا أيو يري وزير جوحة سياسي غاني وهادل كيساسي وطا أياكو دليلي أرين تاني مدحوينها مدحليت كيسا دمادي محمد عبدالله فرماجو يرئيز الوزاري هوري أي دل كحسن علي خيري إساقا أو حسي إني تاني كرري بكرتو إني مركال أتر تمان حفيزك قود أي دولة فدرالك صوماليا أما مدحتيني مدى قرنكا ما دام أي قلين دنبيا قرن تنكليا يا اه إن مدحوينها وقتي سادة ماذا فرماجو يرئيز الوزارة حسن علي خيري كرري بكرتا إني ديب أغو ترتمان حفيزك قود أي مدحتيني مدى قرنكا صوماليا دي إيو وليبا إني خورتاقان محكمة أو أي كقر بحان دادك صوماليا أيو مركل يري مدنة عبد فارح سعيد جوحة سيدوك الوحو إن تاسيسي راعي يهوري أيا حكومة دا مدحوين فرماجو سي قرسودي أهي أو شرع الدراء أهي أغوغا عنجلي سي عبد كرين أحمد موسي قلبي دقاح تي بي الفتي إيتو بيا أوروركي قبنما أدونك أي أو إن الف أي أو كتير سنا أغو دفتي شابد أرقق حساني مو لبداني أرموض وحي أغوب كيهين تاريخ دا سياسة دا صوماليا وحانا لغو قيحي كرا قيانو قرن تاريخ دونا مرنا عفين ميسو إنان عذي قادين مسؤولية دا أهرين تاني أيو يري هدل كاني أيا كسو آديا إيادو مالميه إلا صور دافي أي سيدو كالع عرق اسكسي شريرتي ولاعا أي خبان والدين تا صوماليا دا ويلا شودي لو قادي دل كاسي ريتريا كدب مركي أي صو بحدي وربحين أي شاعيسي غرامد ميدوبي أول لغو شيغي إن أسكر صوماليا دلغا قيب جيليا دقال كي كدعي قبل كاسي تكري سيكستبها أهاتي وزير كي لسو شقيي فرماجا إيا خيري أيا قبي أهام بكو إذيي إن أي تهي تاني قيانا قران أو أي قلين خيرا واو كآمو سيهي ما دام او وحك اوغيهي مركي دعيدة مداسي لقاديي لبكوني سقال إطوان كي نوفمبر أيا عيدة مدي أدن بيين لقيي دل كاسي ريتريا marka hore ana halkan maanta isugu keyay waxaanan marka hore idin ka mahadcelinayaa sida aad u soo ajiibteen baaxada warbaahinta iyadoo waqtigu koobnaa meelo fog fogna ka timaadeen idin mahadcelinayaa baaxada saxaafadda ee kala duwan intaa kadib waxaan kala salaamayaa shacabka Soomaaliyeed meel kasta ay duunka ka joogan dalka gudihiisa iyo dibadiisa miyi iyo magaalo goob shaqo iyo goob waxbarasho iyo goob ganacsi iyo goob tacab intaba intaa kadib waxaan halkan idin ku yeelay laba arrimood oo muhiim ah inaan shacabka Soomaaliyeed halkan aanu kula wadaagno xukuumad ahaan oo aan ugu faahfaahino qodobka koowaad waxa weeye toddobaadkan sidaa ogeydeen waxaa khasaaro xun ka dhacay madaxweynada Kenya ee cirku ay geysteen shacab Soomaaliyeed ku dhibaateeyeen deegaanada gobolka gadeed caalwaaq khasaare runtii shacab baa dhacay arintaas inaanu cambaareyno waraaqo horena waa ka qoray waana ka xunahay horena waa uga hadalnay haddana inaanu ku celinno runtii khasaaruhu wuxuu ahaa khasaare isugu jira naf iyo maal iyo xadgudub intaba waxaa ku naf waayey dad shacab ah hooyo iyo wiilkeedii yaraa lix caruur oo kale ayaa ku dhaawacmay guriyo badan oo ilaa 89 guriyo baa ku burburay oo lagu dumiyay hantidii shirkadihii telecommunicationka ee ceel waaqeeriyadaas mar kale haddana Somtel iyo Hormuud baa lagu burburiyay waxaa soo dhan runtii waa xadgudub waana cambaareynayna waxaan rabnaa halkan aan uga sheegno dawladda Kenya had maanta laga bilaabo ciidamada cirka Kenya duqeyn kasta ay geysanayaan waa inay ku soo wargeliyaan taliska AMISOM iyo dawladda federaalka Soomaaliya iyagoo ay ku soo wargelin dawladda federaalka Soomaaliya iyo taliska guud ee AMISOM ma fulin karaan wax duqeyn ah kumana soo xadgudub karaan fududa taas waa taa magaalooyinka ay dhibaatadu ka dhacday waxaa ka mid ah Ceelwaaq waxaa ka mid ah Cadcade waxaa ka mid ah Cusbuun waxaa ka mid ah Dhadhaable fududee waa garanaysaan magaalooyinkaas u dhow gobolka Gedo
xuduudaha u dhow dhan ayaa si xun loogu xiyeeliyey. Aad baan u cambaaraynayna, waana ka xunnahay, waana u tacsiyadeynayna intii gooriyootay. Dhaawiciina wuxuu inoo jeefaa caruurtii isbitaalada. Ilaahay inuu boogee dhayo ayaan ilaahay weydiinaya. Qodobka labaad waxa weeye arrinta ciidamada Soomaaliyeed ee dalalka dibadda tababarka ugu maqan, sida la wada socotaan dunida, dal kasta ciidamadiisa qaarna gudaha lagu tababaraa, qaarna dalka dibaddiisa ayaa tababar loogu daraa. Intii dowlad diska Soomaaliya uu bilowdayna nidaamka ama sunnahaasi saas uu socdo, dalal badan ayaa ciidamo inoo tababaray oo aynu uga mahad celinayna, qaarna ilaa hadda inoo tababaraan, qaarna mustaqbalka aynu rajaynayna inay inoo tababari doonaan. Laakiin waxaad mooddaa in la siyaasadeynayo ciidamada ku maqan, ciidamada Soomaaliyeed ee tababarka ku maqan. Sideedaba ciidan waxa noqda waa la yaqaanaa, waa qof xor ah, majuur ah, qaangaar ah, go'aansaday inuu dalkiisa iyo dadkiisa iyo diintiisa iyo sharaftiisa difaaco. Ma jiro qof lagu khasbo inuu ciidan noqdo. Qof waliba isagaa ikhtiyaar u doorta inuu dalkiisa iyo dadkiisa iyo diintiisa iyo sharaftiisa uu naftiisa ku bedesho. Dhallinyarada go'aankaa qaadatay waa ku hambalyeynaynaa. Inta lagu hurdo ee lagu seexanayo ee lagu ganacsanayo ee siyaasadda lagaga sheekeynayaana waa wiilasha iyo gabdhaha u taagan difaaca dalka, kuwa tababarka ku maqanina kuwaas ayuunbay la mid yihiin. Arrinta lagu soo celcelinayo Eritrea horeba waa u sheegnay, sida ay waddamada kale ee Turkiga iyo meel walba ciidamo inoogu maqan yihiin, ba Eritrean ciidamo tababari ku maqan yihiin, horena waa u sheegnay qeybu bay ka yihiin waddamada inoo tababara. Laakiin ma jirto ciidan Soomaaliyeed oo ka dagaalamay Itoobiya, ciidan Soomaaliyeed oo qabsaday Tigreen ma jiro, ciidan Soomaaliyeed oo Aksum dul fadhiyaana ma jiro. Laga yaabaa shacabka Soomaaliyeed inay arrintaasi la yaab ku noqoto. Waa ilaahay mahadii beri dhaweyd unbay ahayd markii laysku haystay xeebta Liidi ee lalahaa ciidamadii Itoobiya xeebta Liida maraya. Maanta waxaan dafiraynaa in ciidamada Soomaaliya aanay Tigreen qabsan. Ma jirto ciidamada Itoobiyana waa ku filan yihiin dalkooda, awood ahaan iyo tira ahaanba way ku filan yihiin. Sabab ay Soomaaliya ciidamo Tigreen ugu dirtaana ma jirto. Taasna waxaan rabaa inaan arrintaas si fiican uga hadlo. Waa maaha markii koowaad aynu warkaa maqalay, waa markii sagaalaad, waa markii tobnaad, markastana waxay noqotaa waxba kama jiraan oo waa la ogaada. Sababtaa dadku waa human being, waa bini aadam. Siyaasiyiinta dunidu kama hadlaan tababarada ciidamadooda, sababtaa waa sir qaran. Nooca loo tababarayo, inta loo tababarayo, qaabka loo tababarayo waxay ku jirtaa xogta dalka ee lama taabtanka. Laakiin siyaasiyiinteenu waxaad mooddaa inay ajenda doorasho ka dhigteen, kambeyn doorasho ka dhigteen oo ay ku soo celcelinayaan. Sacabka walaal wuxuu arkay walaal habeenkii sacab tumaysa, markaa wuxuu yihi sacabka maxaa habeenkii loo tumaa haddaan xeeladi ku jirin. Arrimaha dhacaya caruurta la laynayo xadgudubyada Kenya weli miyaa aragteen hal siyaasi oo ka hadlaya? Hal siyaasi oo leh maxay u dhimanayaan caruurta, maxaa loo dhaawacayaa, maxaa loo duqeynayaa, maxaa loo burburinayaa hormuud laga rabaa maalin walba, maxaa sababta loo ma jiro. Ciidan dalkoodii u maqan oo dadkoodii u maqan oo la yaqaano oo tababarkoodiina dhammaado gebagabayba yahay ayaa maalin walba laga hadlayaa si looga mashquuliyo shacabka Soomaaliyeed hagardaamada cadow, si shacabka Soomaaliyeed looga jeediyo dhibaatada cadowgu samaynayo, dhibaatada shisheeyuhu samaynayo, xasuuqa ku socda, xadgudubka ku socda, dhibaatada ku socota, si indhaan looga jeediyo sacabka habeenkii waxaa loo tumaa, maxaa loo tumaa haddaan xeeladi ku jirin? Maalin kasta oo xadgudub la sameeyo waxaa dadka lagu mashquuliyaa ciidamada Turkiga inoogu maqan iyo ciidamada Eritrea ku maqan iyo ciidamada inoogu maqan dalalka dibadda ee u soo tababaranaya difaaca dalka. Rabaa shacabka Soomaaliyeed inaan halkan uga bayaamiyo ciidanku wax la siyaasadeeyo way ka weyn. Waa naftii dalka, waa dhiiggii,
وودنه ريبوت كيوان كان لغو سوء العليني وحنا مسين هاي ريبوت كيوان كان إلي فيسبوك إذا سياسيين تينا كاقاتين صوبتي وحيليه وحنو مقلع إذا صوماليات بقى كسوم خبصاني الريبورتي انت صوم غلق يوانو يومر هايتس وح افرداني سو عدينانا مكيني وام مغلبي وحو كسي داراي لكن دولة السومالي وي بينيس سياسي انت انو ما سو قاطان انت دنبه انت هروم بي سو قاطان كدبنا وعيد قراءك هيدا هيد ويلو للمسلين وحو هوقي كروتو كده انت دنبه لغر ريبيا الذين هم عن صلاتهم ساهون هدي انت على قرب هاي نقول سعيد ركلا بالناس مركب وحن سلاي هاي ربوت كان انت هرا لقصة وشريا وويل للمسلين دي وانت هرا لقصة وشري وحوي اذا ما صوم عليه وانت هرا له شيء جي في فيسبوك هذا سياسي انت صوم عليه كوكو راع وما انت لا سوق عطي ربوت يو كلا قدرة كبعدين وحن لقى ده بجي دولة صوم عليه نوي بينسي تام عليه وحوي حبك بتشرع ربوت كان يو ان كنا حبك بتشرع مراقنا ونقرني انا وارين تا كفا فاهمين وحنقول سلايها مثلاً الشركة كشرائط كسر قبل قبيو دل كأنه وظل اسمه يا فهذا كوادنا وحقوقه مع أمني يعيد ما منا خصوبة وحن كل علينا يا سياسيين تأنه هنا مروا البدوران دولته حقبت كذا شقادة كذا عفمات كبيها وقالوا عشان توكل والله قال لك راجل وانه كده ودي كرنا وحنو كقبلني سياسيين تكلموا وران كران سيدان سكس قروح بدن بالوقا من كريم لكن وحن كل علينا يا ان عيد مضى على السياسة ذا الميل يشوف جنبه عيد مضى تبرك وكم كان نع ما دام انه مستقبل كرنا عيد مضى انه يكون في هذا الدفاع قرنك ان على السياسة ذا هو يوين كنا معلوم البلجوه هنا ينا البلجوه معلوم البول الصوماليات بدفاع وتاجن قبل والبتاجن تجنو والبتاجن نفط وظهوري على قدر يلا إيه إثيوبيا نعيد الصومالية وما بحنا وحن كلوها من سنة إن ضد بدن يسكو قلدان هدي قف صومالية حتى على قوار إذا ما إثيوبيا صومالية إثيوبيا تجنو قومية الصدحات إثيوبيا وهذا مغلق صومالية وقومية الصدحات ورمضة يوجد بدن المحارة ده كل حكتة صومالي ده كل حكتة 10 مليون أو صوماليات يتشوق يتوبي أو يتوبي أنا أو دلك كنا له حقوقنا مركا هدي هذا ركتة ويل صومالي هذا ميل تشوق إن هذا ترى هذا وحلقة صوت دراي مقدشو فايان ده يجينا وحكي كقارة يسع صومالي دي تجينا دي توبي أنا حقوق ده ذيك خالص وقومي دي وجو وين هذا صدق هذا كدلك يجينا يان حقوق ده ذلك قاعدي وأم رول كودا يدلك كله يهين يدلك كودا كله يهين يان لقى دفتر إن ما من سنة أنا كل علينا ياه وهاي أيو قبطه يتوبي هنا عيد نقول ماذا صومالي كاشو يبقى هاي ما أنت صومالي أيو قبطه هنا يتكرر قبصته أنت سأقول سوق بجبيني ياه وأنا إلهي مهدي ما أنت حين قلنا معلمي حرية ده نحن لعبتن كيتون يكودي لوليو وينو دوانو ديار جروبينا وحربنا قلبينا يشعرتنا إن نحن كو عارنا أو كو أبورنا ودنيات تلتعايل يد التعايل اللوننا قيب سنكا يا قبيلكا يا قوقبكا يا كالفوغانتا دولة نمدا يا قرن نمدانا انو هي لنو ان علن كيننا انو كف دقايستو اوغو هدادان حالكا قيبكا نقون وحاد قيبكا تهي لباتة دالكا